بحث الفريق الاول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مع الفريق حنان والسيدي وزير الدفاع الموريتاني اوجه التعاون العسكري بين البلدين ووقع وزير الدفاع مذكره تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت اهم الانشطه التي تسعى القوات المسلحه للبلدين لتدعيمها خلال المرحله المقبله التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل اوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين واكد القائد العام للقوات المسلحه اعتزازه بعلاقات الشراكه الاستراتيجيه التي تربط القوات المسلحه المصريه والموريتانيه في مختلف المجالات خاصه الدفاعيه والامنيه منها كما أعرب وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك مشيدا بجهود مصر الداعمه لكافه قضايا القاره الافريقيه لارساء دعائم الامن والاستقرار بها كما وقع الساده وزراء دفاع البلدين مذكره تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت اهم الانشطه التي تسعى القوات المسلحه للبلدين لتدعمها خلال المرحله المقبله حضر اللقاء الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه المصريه والموريتانيه